السلام عليكم. اليوم نعرفكم على فندق أطلانتيس الذي يقع في أقبو بولاية بجاية ولصاحبه بالطوش. وهذا الفندق رائع نشوفه هنا، يعني التصميم تاعه عالمي وفيها يعني الديكورات من الداخل ومن الخارج شيء رهيب، يعني 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 الدقة في يعني والإتقان في العمل الهندسي تاع الفندق هذا الرائع. ولعلم أنه صاحب الفندق هذا عنده فندق آخر من علامة أطلانتيس بالجزائر العاصمة، إن شاء الله هذه الفنادق هذه تنتشر لفائدة العائلات الجزائرية. وأكيد هذا، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.